من قناة الجديد في بيروت، مساء الخير. خرج حزب الله عن صمت المخزن وعبأه في صناديق إسرائيلية، فتفجير النبيشيت هو بالمفهوم الحزبي مخلفات قذائف تعود إلى زمن العدوان. الانفجار طوقه حزب الله بحزام بشري بحيث لم تقترب القوى الأمنية من المكان قبل ساعات، وقد أوقع بحسب بيان الحزب 3 شهداء وعددا من الجرحى. وجد حزب الله صيغة للحادثة التي ذكر سابقا أنها ناجمة عن انفجار مخزن أسلحة، ووعد بمعالجة آثار الحادث مع الجهات المختصة. والصيغة لم تكن عصية على الحزب في موضوع القتال إلى جانب سوريا، إذ شيع القائد الميداني محمد حسين الحاج نصيف أبو عباس كمجاهد استشهد في أثناء تقديمه واجبة. وفي مقالة وسائل إعلام غربية وعربية إن أبو عباس قضى في سوريا مع 3 آخرين، فإن حزب الله اكتفى بروايته مع تأكيدات من بعض الذين عرفوا الحاج نصيف بأنه من نخبة المقاومين الذين رفعت لهم التحايا في حرب تموز. لا تأكيدات بشأن ظروف موت هذا القائد، لكن حزب الله لم يلتزم يوما سياسة النأي بالنفس الميدانية، لأن سوريا نفسه ونفسه ورئتاه وممر عبوره. الجيش السوري الحر توعد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بمفاجآت وبرد قاس ومزلزل، وقال بيان للحر: إننا لن نرحم كل من يساهم على نحو مباشر أو غير مباشر في قتل أو قمع أبناء شعبنا. وتوجه البيان إلى اللبنانيين الذين هم من لون طائفي معين وقد أضلوا الطريق بأن يعودوا إلى جادة الحق والصواب قبل فوات الأوان، قائلا: لا تجعلوا من أبنائكم وقودا في الحرب، ولكم في العلامتين الأمين وفحص الأسوة الحسنة. ولفت أن بيان الجيش السوري الحر وقعته القيادة المشتركة في الداخل، ويعلم الجميع أن الحر هو جيوش غير مشتركة وقيادته مجهولة باقي الإقامة بعدما طرد رياض الأسعد من تركيا. مجموعاته تقاتل نفسها في الداخل السوري كما قالت صحيفة الأخبار اليوم، وشقاقهم بلغ حد الطلاق. جهاديوه ألوية يكمن بعضها لبعض، فصائله تضرب كتائبه أكثر مما تضرب قوة بشار الأسد. واللبنانيون الذين هم من لون معين كانوا سيأخذون بنصائح القيادة المشتركة لو وجدت على قيد الاشتراك، وكانوا أيضا سيقدمون الطاعة لأصحاب الفضيلة المذكورة لو أن عمامات بعضهم لم تمر من تحت سقوف ويكيليكس ولم تسعر نفسها في السوق المفتوحة على مزاد سياسي ديني. نبدأ من منطقة بعلبك والانفجار الذي وقع في بلدة النبيشيت في مستودع أسلحة وذخائر قديمة. التفاصيل مباشرة مع الزميل باسل العريضي. باسل، مساء الخير، هل لك أن تضعنا في أبرز ما رشح من معلومات حول هذا الحادث؟ تفضل. يعطيك العافية داليا، يعني كما ذكرتي حقيقة لدى وصولنا إلى بلدة الخضر أو النبيشيت، هي منطقة قريبة من بعضها البعض، لم نتمكن أبدا من التقاط الصور. كان هناك كما ذكرتي في المقدمة، هناك كان انتشار أمني كبير، لم يسمح لنا بالتقاط أي صور، وبقيت يعني بقيت نفي وأن يكون قد وقع انفجار في هذه المنطقة حتى صدور بيان العلاقات الإعلامية في حزب الله. حتى هذه اللحظة كانت جميع الأشخاص الذين التقينا بهم وجميع الأهالي الذين التقيناهم ينفون مرارا وتكرارا وقوع أي انفجار في مخزن أسلحة، وكانوا يقولون أن الانفجار وقع في مستودع لتخزين مادة الكربير. على أي حال داليا، كان صدر منذ بعض الوقت بيان عن حزب الله، عن العلاقات العامة في حزب الله، وجاء فيه توضيحا للحادث الذي وقع اليوم في بلدة النبيشيت. تفيد مصادر المقاومة أن الانفجار حصل في مستودع للذخائر تجمع فيه القذائف والذخائر القديمة ومخلفات القصف الإسرائيلي في المنطقة، وقد أدى هذا الانفجار المؤسف إلى استشهاد 3 من الأخوة المجاهدين وعدد من الجرحى، والعمل جار على معالجة أثار الحادث بالتعاون مع الجهات المختصة. إذن هذا هو البيان الصادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله.
وكانت أيضا بعض المصادر قد أشارت على أن الأشخاص الذين قتلوا فيها أو لازم استشهدوا في هذا الحادث كانوا موجودين في سيارة أمام مبنى الذي حدث فيه الانفجار، وهو مبنى قيد الإنشاء مؤلف من طبقتين بحسب المعلومات المتوفرة للجديد. أن الانفجار وقع في مبنى قيد الإنشاء مؤلف من طبقتين، وكانت السيارة متوقفة أو مركونة بقربه لحظة وقوع الانفجار، ما أدى إلى سقوط القتلى والجرحى. إذن ذلك حتى هذه اللحظة منعنا من تصوير أي شيء في المنطقة، لكن خلال وجودنا في المنطقة في المكان لاحظنا أن هناك بعض السحب الدخان تتصاعد من المنطقة، لكننا حقيقة لم نسمع وقوع انفجارات، وكانت هناك فرق الإطفاء تقوم بإخماد الحرائق أو إخماد النيران. أما فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية أو الانتشار الأمني، كان هناك بعض المراكز العسكرية الثابتة في المنطقة، لكن لم نشهد أي انتشار عسكري استثنائي أو أمني لبناني استثنائي في المنطقة. هذا ما يتعلق في حادثة النبيشيد. ايضا على في منطقه شمال او شمالي شرقي البقاع افادت معلومات على ان قوه سوريه نظاميه دخلت منطقه مشاريع القاع وقامت بمراقبه المنطقه عن اسطح بعض المباني، لكن سنتاكد اكثر من هذه المعلومات فور وصولها او فور حصولنا عليها. نعم. داليا، شكرا للزميل باسل العريضي الذي كان معنا مباشره من بلده النبيشيد. بلدة عكار العتيقة غاباتها رمادا بعد 5 أيام من الاحتراق. عكار العتيقة بتاريخها منيت بمجزرة في غاباتها بعد حريق شب فيها منذ 5 أيام وجرت السيطرة عليه صباحا. غابات على مد النظر خلعت رداءها الأخضر وحل بها الياباس بفعل الحريق. أشجار الصنوبر البري وأشجار الزيتون كلها تساوت في الكارثة التي قدرت مساحتها ب4 ملايين متر مربع تقريبا. في من مليونين متر احترقوا خلال ساعة واحدة، لأنه بفعل الرياح وبفعل طبيعة الغابة ما فيها تشحيل. أولا نحن قبل هلأ كنا نسعى كبلدين نقدم طلبات لوزارة الزراعة مشان تشحيل الشجر، لأنه هالشجر طالع بشكل كثيف جدا جدا ما حدا بيقدر يفوت بقلبه. نقدم طلبات لوزارة الزراعة، يروح الطلب ما يجينا جواب. النيران لامست المنازل مما اضطر أصحابها إلى الهروب خوفا من محاصرتهم. الحرائق التي بدأت في تلة الشاكوش وذبود والزواريب امتدت إلى محيط القبيات. هلا اسباب انا بقول مفتعله، وحتى يعني افتعال الحريق له اسباب، انه نحن اليوم عايشين بظروف معيشيه كثير صعبه، والشعب نحن عباب شتوي مثل ما بتعرفوا، والطقس برد، حتى اليوم عندنا برد يعني مثل ما انك شايفه، انه في عالم بتفكر إيه ما بتقدر تشتري مازوت. طبيعة المنطقة المتداخلة جغرافيا من ناحية الجبال عرقلت عملية وصول الدفاع المدني لإخماد الحريق، نظرا إلى عدم وجود طرقات مؤهلة تسمح لسيارات الإطفاء بالمرور عليها، إضافة إلى عدم وجود خزانات للمياه تساعد في إمداد الإطفائيات بالمياه. فكان هنا عاملا الوقت والمسافة معوقا آخر لعملية الإطفاء. أول شغلة لقلك ضيعتنا نحن مساحتها 50 كيلومتر مربع، في 50 مليون كيلومتر مربع، في 25 هو غابات، وهذه الغابات ما أنا مجهزة بطرقات أول شيء حتى نحن نقدر نفوت ونسيطر على الحريق بسرعة، فهذه شغلة أولى. شغلة تانية، نحن مركز في آلية وحدة للدفاع المدني، مع أنه نحن لازم يكون في عنا أكثر من 10 آليات حتى نقدر لهالمساحة الكبيرة هاي نسيطر عليها بسرعة. بتعتقد أنت هلأ النيران ممكن ترجع تجدد حالها؟ كل شيء وارد، لأنه كتير كتير الحريق كبير، وحتى يعني شعلة النار وبعدين في تحت الأرض بعد في شيء نحن ما بنشوفه لحتى الهواء بيشيله بيرجع بيشعل النار من جديد. بلدة عكار العتيقة النائية طالب أهليها بالتفافة جادة من الدولة. بعد حريق شب في بلدة عكار العتيقة ملايين الأمتار من الثروات الحرجية أصبحت في خبر كان. أسباب الحريق ما زالت مجهولة، أما ما هو معلوم فخسارة آلاف الأشجار التي تحتاج إلى 40 سنة لتعود إلى الحياة. من بلدة عكار العتيقة، دلال بزي، قناة الجديد. تفجيرات ضخمة تهز مدينة حلب وتحول ساحة سعد الله الجابري إلى ركام، والنظام يناقض دعوته للحوار باعتقال المحامي خليل معطوق. تضاربت المعلومات في مدينة حلب بشأن عدد التفجيرات التي هزت ساحة سعد الله الجابري في وسط المدينة،
ففي حين أفاد السكان عن سماع تفجيرين ناتجين عن سيارتين مفخختين، تقول المعلومات الرسمية أن 3 تفجيرات إرهابية هزت الساحة الرئيسة بالمنطقة التي تسيطر عليها قوات نظامية في مدينة حلب، وأحالت المباني المحيطة ركاما. وأفادت المعلومات أن أكثر من 40 شخصا قتلوا وجرح العشرات في التفجيرات التي استهدفت ناديا للضباط وفندقا مجاورا له. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن العشرات من أفراد القوات النظامية قتلوا أو جرحوا من جراء انفجار السيارات، كاشفا عن معارك ضارية دارت بين عناصر الحراسة في نادي الضباط ومقاتلي المعارضة قبل التفجير. وأغلقت المباني الحكومية أبوابها فور وقوع هذه التفجيرات في الساحة التي كانت أساسا مركزا لتجمع عشرات التظاهرات المؤيدة للرئيس الأسد، في وقت تحدثت المعلومات عن سماع دوي تفجير آخر في السليمانية بوسط حلب. يذكر أن المدينة تنقسم حاليا قسمين تقريبا، حيث تسيطر القوات الموالية للرئيس بشار الأسد على غربي المدينة، في حين تسيطر قوات المعارضة على شرقها. هدول إرهابيين يا شباب، هدول إرهابيين، هذا بإيد الصاعق، هذا الإرهابي. قرب له اتجاه هذا. إيه هذا ثلاثة. مع الصاعق. إيه. حزام ناسف. هذا الحزام الناسف معه. هذا الإرهابي الثالث. التلفزيون السوري الرسمي تحدث من ناحيته عن استمرار العمليات في حلب وريفها لمواجهة المجموعات الإرهابية المسلحة في أكثر من منطقة. وذكر التلفزيون أن القوى الأمنية كشفت وفجرت سيارة مفخخة كانت معدة للتفجير أمام غرفة التجارة والصناعة. وعلى مقلب المعارضة تحدثت المعلومات عن اشتباكات عنيفة بين مقاتلين من المعارضة والقوات الحكومية على طريق درعا دمشق، إضافة إلى اشتباكات في بلدتي كفر بطنة ومصرابة بريف دمشق. وتحدث المرصد السوري عن استمرار القصف على أحياء في محافظة الرقة. وفي محافظة إدلب أفاد المرصد عن مقتل 15 جنديا على الأقل في هجمات شنها مقاتلون معارضون على نحو متزامن على 3 حواجز، وجرى تدميرها في بلدة بدامة في منطقة جسر الشغور. ووقعت كذلك مواجهات عنيفة بين الجنود النظاميين ومقاتلي المعارضة على حواجز متفرقة في محافظة إدلب التي تعد أحد أبرز معاقل الجيش السوري الحر قرب الحدود التركية ومنطقة حلب. وفي حادث هو الأول من نوعه لناحية الخسارات البشرية منذ بدء الأحداث في سوريا، ذكرت مصادر تركية مطلعة أن 3 أشخاص بينهم طفل قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 9 آخرين بجروح خطرة بعد سقوط قذيفة مورتر أطلقت من سوريا على منطقة أكاكالي الحدودية في جنوب شرقي تركيا. ورأى مراسل رويترز ما لا يقل عن 8 أشخاص مصابين بجروح بالغة بينهم 3 من الشرطة لدى نقلهم إلى المستشفى. وظهرت في لقطة عرضها التلفزيون التركي سحابة من الغبار تتصاعد فيما الناس يهرعون لمساعدة الجرحى. سياسيا، وخلال افتتاح الجلسة الثانية من الدورة العادية له، دان مجلس الشعب السوري تفجيرات حلب. وفي الجلسة عينها اقترح أعضاء مجلس الشعب إلغاء عضوية كل من إخلاص بدوي وعلي البشي من المجلس، وتحريك دعوة عامة بحقهما لإعلانهما الانشقاق والانضمام إلى صفوف المعارضة. من جهة أخرى، وفي خطوة تناقض دعوة النظام إلى الحوار مع المعارضين، اعتقلت السلطات الأمنية المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي البارز خليل معطوق. وكشف المعارض السياسي والحقوقي السوري أنور البني في بيان أن اعتقال المحامي معطوق جاء في أثناء انتقاله من منزله في ضاحية صحنايا إلى مكتبه في وسط العاصمة، محملا النظام مسؤولية المس بحياة المحامي معطوق. ودعا البني إلى إطلاق المعطوق وكل المعتقلين السياسيين في سوريا كمقدمة لانتزاع حرية سوريا من نير الاستبداد بحسب البني. من جهة أخرى، توعدت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل عناصر حزب الله المنتشرين في سوريا برد قاس ومزلزل نتيجة تدخلهم في الشأن السوري ومساعدة نظام الرئيس بشار الأسد في قتل الشعب السوري. كما توعد الجيش الحر في بيان له الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بمفاجآت ستقض مضجعهم، مشيرا إلى أننا نزف إلى الشعب السوري العظيم نبأ مقتل المجرم بحسب البيان
محمد حسين الحاج نصيف شمس والملقب بأبو عباس، القائد التنظيمي لعمليات ميليشيا حزب الله الإرهابية في الداخل السوري، والكلام للجيش السوري الحر. جلسة وزارية في السرايا الحكومية، تفاصيلها مباشرة مع الزميلة نانسي السبع. نانسي، مساء الخير، تفاصيل هذه الجلسة، بنودها ومواقفها، معك إليك الهواء لموافاتنا بكل المعلومات المتوفرة لديك، تفضلي. نعم، مساء الخير داليا. فعلا هنا تنعقد جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وعلى جدول أعمالها 82 بندا عاديا. هذا الجلسة لن يكون هنالك أي بت بالتعيينات من ضمن هذه الجلسة. أيضا لقد تم استبعاد أي بت بالبند رقم 32، وهو المتعلق بمشروع قانون يرمي إلى تعديل تحديدا الفقرة المتعلقة بالقانون رقم 140، والتي تعنى بحق سرية المخابرات الدولية، وذلك بناء على تقرير الوفد اللبناني الذي توجه إلى فرنسا. إلا أن هذا البند لن يتم البت به اليوم، والذي هو من ضمن جدول الأعمال، وذلك بسبب سفر الوزير المعني في مهمة رسمية خارج البلاد. أيضا أشير داليا بأنه أبرز ما كان في هذه الجلسة هو المقدمة التي قالها أو التي تحدث بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتوقف عند دعم الجيش اللبناني بداية. وضع مجلس الوزراء في إطار زيارته إلى نيويورك متحدثا عن دعم للحكومة اللبنانية لقيه في نيويورك، وللمواقف التي تتخذها الحكومة نتيجة كل الأحداث التي تجري حول لبنان. لكنه توقف أيضا وشدد على ضرورة البقاء إلى جانب الجيش اللبناني، وأسف لإصرار، بحسب ما قال في كلمته الرئيس ميقاتي، فقد أسف لإصرار البعض على الإساءة إلى الجيش اللبناني والترويج لأخبار تستهدف مناقبيته وتجرده وحياده. وأيضا يعني اعترض أو يعني كان هنالك ربما تنديد من قبل الرئيس ميقاتي على التعرض للجيش، معتبرا بأن هذا الأمر لا مبرر له على الإطلاق، وبأنه لا يؤثر على أداء المؤسسة العسكرية، كما تحدث على أن لبنان طلب ويتطلع إلى رعاية دولية مباشرة لتأمين تمويل خطة الحكومة لتسليح الجيش اللبناني. أشير داليا بأنه أيضا من أبرز البنود على جدول أعمال مجلس الوزراء هو البند رقم 33، وهو الذي يتعلق بمشروع قانون لتأمين أو لإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسرا. ختاما أيضا داليا، من ضمن البنود المهمة والتي تعني تحديدا الطلاب الذين كانوا يتعلمون في سوريا، ففي البند رقم 36 مشروع مرسوم يرمي إلى السماح للطلاب اللبنانيين الذين يتابعون الدراسة في الجامعات السورية متابعة الدراسة في الجامعة اللبنانية، وذلك بعد ورود رأي مجلس شورى الدولة. أختم داليا بموقف سياسي لافت للوزير وزير المالية محمد الصفدي، والذي لدى خروجه من جلسة مجلس الوزراء وفي دردشة مع الإعلاميين سئل عن أنه لماذا لم تتحرك حتى الساعة ماكينات الوزير الصفدي الانتخابية تحضيرا للانتخابات القادمة، كون كل الماكينات الانتخابية بدأت تتحرك في المناطق. كان جوابه بأنني لن أترشح للانتخابات النيابية المقبلة عام 2013، وقال ربما هذا أحسن. داليا، نعم، مندوبتنا إلى السرايا الحكومية الزميلة نانسي السبع، شكرا جزيلا لك. في محطته الثانية من زيارته اللاتينية، رئيس الجمهورية يزور نصب جبران خليل جبران في الأرجنتين، ويلتقي الجالية اللبنانية. تقرير للزميلة كريستين حبيب. للجالية اللبنانية في الأرجنتين حضور ضخم وفاعل، عدد كبير منها صغارا وكبارا تجمهروا في ساحة المحرر سان مارتن حاملين الأعلام اللبنانية والأرجنتينية، واستقبلوا رئيس الجمهورية ميشيل سليمان الذي وضع إكليلا من الزهر على نصب بطل الاستقلال الذي خاض حرب الوطنيين ضد الملكيين. هي الزيارة الأولى لرئيس لبناني إلى الأرجنتين بعد تلك التي قام بها الرئيس كميل شمعون عام 54، ومن يجول في بوينوس أيرس يلمس البصمة التي تركها اللبنانيون فيها. للأديب جبران خليل جبران ساحة خاصة ونصب تذكاري زاره سليمان برفقة الوفد الوزاري والاستشاري. حاكم العاصمة الأرجنتيني المتأهل من لبنانية رحب بالضيف وقدم له مفتاح المدينة،
فكان شكر من سليمان الذي قال إن الانتشار اللبناني هو مصدر فخر واعتزاز. شكرا لحضوركم للمناسبة اللي بتخلينا نعتز بتاريخنا وبأدبائنا الكبار مثل جبران خليل جبران، وشكرا لمدينة بيونس آيرس والأرجنتين لحضانتها اللبنانيين القدامى اللي اجوا من فوق ال 100 سنه الى الارجنتين وصاروا مواطنين ارجنتينيين بيخدموا بلدهم باخلاص. سليمان زرع غرسة ارز في حديقة جبران ثم استمع الى شرح عن النصب، كل ذلك وسط حضور مميز لطلاب مدرستي مارمارون والحاج يوسف فلوريس المتحدرين بمعظمهم من جذور لبنانية. محطة ثقافية في متحف بوينوس آيرس للفنون الجميلة والذي يضم لوحات ومنحوتات لكبار الرسامين والنحاتين من الأرجنتين والعالم، اطلع خلالها رئيس الجمهورية على الأهمية التي تمنحها السلطات الأرجنتينية للثقافة والفنون. يبقى الهدف الأساس من جولة الرئيس سليمان في أمريكا الجنوبية تفقد المغتربين الذين يبلغ عددهم في الأرجنتين 1.5 مليون، هجرتهم قديمة، لذا سيدعوهم رئيس الجمهورية إلى استعادة جنسيتهم وأداء حقهم الانتخابي في 2013. من بوينوس آيرس في الأرجنتين، كريستين حبيب، قناة الجديد. إذا كان قانون 60 للانتخابات قد أعاد البلد 60 سنة إلى الوراء، فمشروع اللقاء الأرثوذكسي للانتخابات عمره 90 سنة. تقرير للزميل رامز القاضي. عندما طرح مشروع اللقاء الأرثوذكسي لقانون الانتخاب بدا كأنه طرح خارج كل زمان ومكان، لكنه سرعان ما وجد طريقه إلى المجلس النيابي لينضم إلى بورصة المشاريع المطروحة أمام اللجان المشتركة. هذا الطرح الذي يقترح انتخاب كل طائفة نوابها لم يكن وليد لحظته، بل هو مشروع أبصر النور مع ولادة لبنان الكبير عام 22، وقدمه أحد السياسيين الأرثوذكس أنذاك إلا أنه دفن في مهده. وقال فيه الصحفي ميشيل زكور متهكما في جريدة المعرض أنها طريقة انتخاب عرجاء عوجاء يتوسلها الطائفيون من أجل الجلوس على مقاعد البرلمان، مقترحا طريقة معاكسة لها تحرم كل واحدة من الطوائف الاشتراك في انتخاب النائب الذي ينتمي إليها. كان هناك مجلس الطوائف وكان ضم أهم شخصيات بلبنان، وهذا المجلس هو الذي أنتج وحدة لبنان، سواء بإعلان دولة لبنان الكبير أو بالمجلس الاستقلالي، هو الذي أنتج رؤساء الجمهورية ومن جملته الدكتور أيوب تابي ومن جملته رئيس إيميل إدي. هو هذا المجلس بالتحديد الذي تتحدث عنه عام 1922 هو الذي أنتج وحدة لبنان، وأنا معي صورة عن جريدة المعرض عن هذا. أي بس هجموا بالمعرض، بالمعرض هجموا شهد زكور واعتبر أنه هذا عندي النص. اليوم النواب كل طائفة انتخبت نوابها، بكرة كل طائفة كمان بتنتخب رئيس جمهورية، مثلا الطائفة المارونية نواب الطائفة المارونية بينتخبوا رئيس جمهورية، والله حقهم يعني، أو الشيعة بينتخبوا رئيس مجلس النواب، والسنة بينتخبوا رئيس الحكومة، وبقية الطوائف بتسمي الوزراء، وبتنعكس كمان على الموظفين، ما بيعود في وطنية، يعني بتصير الموظف الأرثوذكسي مش مضطر والله أو الماروني يخدم المواطن الشيعي أو المواطن السني. نائب رئيس مجلس النواب السابق إلي الفرزلي الذي نفض غبار الزمان عن المشروع يرى فيه ضالة المسيحيين من أجل استعادة موقعهم، ويرفض اعتبار المشروع مناقضا لاتفاقية الطائف. طالما أن نص المادة 24 تتحدث عن المناصفة الفعلية وليست الشكلية، وأكبر دليل على ذلك السنة بيطلعوا نوابهم 100%، الشيعة بيطلعوا نوابهم 100%، الدروز بيطلعوا نوابهم 100%، من الذي أعطى الحق لهؤلاء جميعا أن يستورثوا ويحولوا الطوائف المسيحية إلى تفليس توزع ذمم النيابية على هذه الكيانات المذهبية؟ الصحفي حسين قطيش يرى أن طرح اللقاء الأرثوذكسي يصلح لانتخاب مجلس الشيوخ لا لانتخاب مجلس النواب، حيث نص الدستور صراحة على ضرورة الشراكة في عملية الانتخاب. أنا كنت بالطائف، حسموا القصة، كان قبل الطائف في طرح المثلثي وفي طرح الديمقراطية العددية، اجوا عملوا تسوية، واللي عمل الرئيس حسين الحسيني مع البطرك سفير، وانتهوا انه وقفنا العد ونص بنص، بس المسيحية مش النص، المسيحية التلت. اذا هلأ بدهم يقولوا بدهم النص
يا أخي ناخبين كن التلت منيح بدون ما إثارة هالموضوع الحساس اللي أنا مش معه ولا بأيده نص بنص. طب خلصنا، لا بدنا ننتخب المسيحي بصوت مسيحي. يا أخي ما بصير كمان. إذا كان المعيار مصلحة الطائفة وعدد نوابها فربما يسجل للقاء الأرثوذكسي جرأته في الحديث مباشرة عن هذا الأمر، أما إذا كان المعيار الخروج من النفق الطائفي فيسجل عليه أنه عاد لبنان 90 سنة إلى الوراء. الإيرانيون يتظاهرون ضد الحكومة رفضا للأوضاع المعيشية، والتجار يضربون ويتوعدون بالمزيد، وأخبار أخرى من مواقع التواصل الاجتماعي مع الزميل إبراهيم تسوقي. شهدت العاصمة الإيرانية طهران اليوم احتجاجات على خلفية انخفاض سعر صرف العملة. الأخبار كانت نادرة جدا على الوكالات، ولكن على تويتر كان الناشطين عم ينقلوا أخبار التظاهرات وصورها وأيضا أخبار الإضراب الشامل بالسوق الكبير المعروف باسم البازار والتظاهرة بساحة سبس وشارع 15 خرداد. ناشطين أكدوا استخدام قوات الأمن للغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، وأفادوا عن تواجد عناصر من البسيج على الدراجات النارية، وتمكن بعض الناشطين من نشر فيديو على يوتيوب بيظهر هذه التظاهرات. على تويتر هاشتاج نوتو سايبر كرايم لو كانت بالصدارة ومصدرها الفلبين، حيث عم يتصدى المواطنين هنيك لقانون جرائم الانترنت يلي بيعتبروه بمس بشكل كتير كبير بحرية التعبير. على فيسبوك صدر تقرير بحاكي مستخدمي فيسبوك للأغراض التجارية وللأعمال. هذا التقرير بيكشف أنه عدد الكليكات أو الكبسات غير مؤثر إطلاقا، وأنه ليس معيار لمعرفة مدى التفاعل. وبيقول هذا التقرير أنه المعيار هو الريتش أو مدى الوصول للمتصفحين. طبعا هذا التقرير الهدف منه تحسين مستخدمي فيسبوك للأعمال التجارية طريقة تواصلهم مع العامة. مع هذا الخبر بنوصل لختام فقرتنا لليوم. أهلا بكم من جديد. مشروع بيئي سياحي هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، بدأ العمل به منذ العام الفائت في منطقة العبد شمالي لبنان، وعتاد الجيش يكون حيدا بحريا لحماية الثروة المائية. بعدما أدت على البر قسطها للعلا، دبابات وآليات عسكرية وحافلات لم تعد صالحة للاستعمال أرسيت على عمق 20 مترا وعلى مساحة 40,000 متر مربع في عمق البحر في منطقة العبد في الشمال لتنفيذ مشروع الحيد البحري الصناعي الذي أطلقه نادي اللايونز والروتري الدوليان بالتعاون مع القطاع الخاص ومع وزارات البيئة والأشغال العامة والنقل والدفاع الوطني وقيادة الجيش، التي قدمت عرباتها المعدة للتلف لبناء هذا الحيد الصناعي. فما هي تفاصيل هذا المعلم السياحي البحري، ولماذا الحاجة إلى هذه الدبابات والآليات؟ هالمشروع بيضل اسمه حيد بحري، ولكن حكما حنشوف في تكاثر لثروة سمكية عنا،
وهيدا هو الهدف الأساسي طبعاً بيكون معلم بفيد مثلاً الصيادية بفيد طبعاً الصيادين طبعاً بيصير عندهم سهولة أكتر بتواجد السمك لأصطيادهم طبعاً يعني هي الهدف الأساسي منه هو زيادة الثروة السمكية ولكن طبعاً بشكل هو معلم سياحي تحت البحر بيجذب الغطاسين غير أنه هو مفهوم ومفروض ينتشر ويتعمم ونتمنى وهيدا هدفنا أنه نرجع نشتغل كلنا سوا كمؤسسات أنه نعممه على كل المناطق اللبنانية هودي الأحياد بتنعمل من مواد أوريدي قطع عليها الدهر وما إلها استعمال والحديد كتير مهم لأنه عنده خصائص كهربائية هالخصائص الكهربائية بتجذب السمك لأنه البحر في عندك الجزئيات اللي فيه هي كمان فيها شيء من الكهرباء بقى هالفرق بين شو موجود بقلب جسم السمك والخصائص الكهربائية تبع الحديد بيجذب السمكة على مناطق الحديد يعني الحديد أفضل بكتير من البيتون ولا أفضل بكتير من حيالله شيء تاني هي الدبابات والملالات لأنه تقيلة حديدها كتير سميك بتهدي كتير ونحن بهمنا الوزن يعني بدنا كل شيء يكون فوق العشرة طن هيدي نقطة كتير مهمة تيقدر يحمل الأمواج والعواصف ما تجي عاصفة تنقل هالحاد من مطرح ما حطيناه نحن إلى محل تاني وأكيد هودي المعدات نقطة كتير مهمة إنه لازم يتنظفوا بإيان وهيدي شغلة قمنا فيها منشيل كل البلاستيك منشيل كل الزيوت ومنضغطهم على البخار للموتور الموجود إحنا بلشنا إنه بنعمل ثلاث أحياد كانت الفكرة نعمل العبدي دبي وجنوب ولكن نظراً لها شوي شوي صرنا عم نشوف إنه الكلفة كتير كبيرة وبيتطلب حقيقة دعم مادي كتير كبير كان لابد من أنه نشتغل على فرد حيد اليوم ومنشوف نتيجته ومنكمل في ظل الحرمان وإهمال الدولة لمناطق الشمال وفي ظل ما تعيشه تلك المنطقة من أزمات سياسية وأمنية هي خطوة إلى الأمام لكونها تعنى مباشرة بلقمة عيش الصيادين وبحماية الثروة البحرية وتفعيل السياحة البحرية ورياضة الغطس في لبنان علماً أن المشروع بحسب ما يؤكد القيمون عليه هو الأول من نوعه في منطقة شرقي المتوسط رشا الكرم قناة الجديد ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على الموقوف حسن كركي في جرم قتل المقدم عباس جمعة عمدا ومحاولة قتل آخرين في أثناء عملية دهم نفذها الجيش اللبناني في منطقة الغبيري وأحاله على قاضي التحقيق العسكري الأول هيئة الدفاع عن ورثة الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمد مرعب تطالب مجددا بإحالة القضية على المجلس العدلي بعدما نشر من وثائق سرية تشير إلى تورط ضباط سوريين في عملية الاغتيال عقدت هيئة الدفاع عن ورثة الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمد مرعب مؤتمرا صحافيا في بلدة البيري عكار تناولت فيه ما نشر على قناة العربية من وثائق قيل إنها سرية تشير إلى تورط عدد من الضباط السوريين بعملية الاغتيال وطالب شقيق عبد الواحد القضاء بتصدير مذكرات جلب بحق هؤلاء المتورطين وإحالة القضية إلى المجلس العدلي نطالب بإعادة فتح هذه القضية والقاضي المختص الذي أفرج عن الضباط الثلاثة أن يقوم بتصدير مذكرة جلب بحق الضباط السوريين الواردة أسمائهم في الوثائق إلى القضاء اللبناني للتحقيق معهم وإحالتهم على القضاء المختص وكل ما يظهره التحقيق متورطاً من لبنانيين وسوريين نطلب من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لتحويل هذه القضية إلى المجلس العدلي بقرار جريء وإن لم تجرؤ هذه الحكومة على هذا العمل فمن الأشرف لها الاستقالة لأننا سنعتبرها متواطئة بأكثرية مكوناتها في عملية الاغتيال وحذرت الهيئة من تحركات واسعة سيتم البدء بها بالتنسيق مع تيار المستقبل وقوى الرابع عشر من آذار إن لم يتم التجاوب مع مطلبها صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير بحث المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع الملحق العسكري التركي العقيد مراد يزيلكوي في العلاقات الثنائية والتعاون القائم بين السفارة التركية والأمن العام اللبناني
وكان إبراهيم قد كرم المديرين العامين السابقين للأمن العام وهم العميد الركن المتقاعد أنطوان دحداح، الدكتور جميل نعمة، اللواء المتقاعد نديم الطيف، الأستاذ ريمون رفايل، واللواء الركن المتقاعد جميل السيد، وغاب عن حفل التكريم العميد المتقاعد توفيق جلبوط لأسباب صحية. اللواء إبراهيم منح المكرمين ميدالية الأمن العام بناء على قرار صادر عن وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل، وذلك في فترة توليهم قيادة المديرية العامة للأمن العام. نقل النواب بعد لقاء الأربعاء تأكيد رئيس المجلس النيابي نبيه بري تأليف لجنة مصغرة منبثقة من اللجان النيابية المشتركة لمتابعة البحث في موضوعي النظام الانتخابي والدوائر وإخراج النقاش حولهما من دائرة المزايدات والتصعيد وتهيئة المناخات لدرسهما بعيداً من هذه الأجواء. وركز بري على ضرورة متابعة اللجان المشتركة في هذا الوقت لباقي مواد القانون الانتخاب ودرسها كسباً للوقت، مجدداً التذكير بموقفه أنه لن يرفض ما يتفق عليه المسيحيون. ونقل النواب أيضاً عن بري وصفه اقتراح قانون الدوائر 50 الصغرى بأنه مفصل على قياس البعض ولا على قياس مصلحة المسيحيين. من جهة أخرى التقى بري وزير الزراعة حسين الحاج حسن في حضور وزير الصحة علي حسن خليل، وتطرق البحث إلى عدد من القضايا في وزارة الزراعة. واستقبل كذلك وزير الخارجية الإسبانية السابق ميغيل أنخيل موراتينوس، وعرض معه التطورات في حضور المستشار الإعلامي علي حمدان. رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعاً في السرايا للبحث في موضوع النازحين السوريين، شارك فيه وزير الصحة العامة علي حسن خليل ووزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فعور ووزير التربية حسان دياب والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد إبراهيم بشير. واستقبل ميقاتي وزير العدل شكيب قرطباوي ووزير السياحة فادي عبود ووزير الدولة مروان خير الدين، إضافة إلى وزير الخارجية الإسباني الأسبق ميغيل أنخيل موراتينوس. عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة في المجلس النيابي لاستكمال البحث في موازنة عام 2012، وكان توافق على اعتماد مبدأ الشفافية في الأرقام ووضع حد للاقتراض، وفي الوقت نفسه التعاطي بمسؤولية مع هذه المسألة المصيرية حتى لا يحدث في لبنان ما حدث في كثير من الدول المحيطة أو في بعض الدول الأوروبية التي تعاني حالات اقتصادية صعبة جدا. وستستكمل لجنة الاثنين المقبل درس القروض والهبات وإنفاقها خارج إطار الخزينة وأجهزة الرقابة. أقيمت في مركز المرابطون في بئر حسن ندوة بعنوان حوار الأديان، شارك فيها لفيف من علماء الدين المسلمين والمسيحيين، وأجمعت المداخلات على تحصين الساحة الداخلية وتحصين العلاقة بين مختلف الأديان في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة. الملياردير القطري وسام المانع وقع في غرام الفنانة الأمريكية جانيت جاكسون شقيقة مايكل جاكسون. تفاصيل تحضيرات حفل زفافهما في تقرير للزميل شادي خليفة. الحياة رحلة وأنا ما زلت أخطو بها، قول الفنانة العالمية جانيت جاكسون التي قررت أن تكون وجهة رحلتها إلى قطر وأن تخطو نحو حياة فاحشة الثراء. فخبر زواج شقيقة مايكل جاكسون جانيت جاكسون من الملياردير القطري وسام المانع تأكد، والموعد في العاصمة القطرية أواخر العام 2013 في احتفالية ضخمة يتوقع لها أن تكون زواج القرن. وبحسب التسريبات يبلغ عدد المدعوين من كافة أنحاء العالم حوالي 500، وتكلفة الحفل 20 مليون دولار، منها 3 ملايين مخصصة لنقل المدعوين من أنحاء العالم، فيما ينوي العريس إهداء كل مدعو ساعة رولكس بقيمة 10,000 دولار. جانيت جاكسون البالغة من العمر 46 عاما ظلت تواعد وسام المانع الذي يصورها بعشر سنوات رغم تكتمها عن الأمر في لقاءاتها الإعلامية، مشيرة إلى أن الأمر خاص، ما زاد الشكوك وأكد العلاقة، خصوصا أن الصحافة ومصوري الباباراتزي كانوا لهما بالمرصاد سواء في لندن، أمريكا أو حتى رحلاتهما الخاصة جدا في إيطاليا.
من هو العريس القطري المقرر أن يصاهر عائلة جاكسون؟ وسام المانع رجل أعمال قطري ولد في البحرين ويمتلك وكالات لمجموعة من أشهر الماركات العالمية في قطر والإمارات مثل إرماس، إضافة إلى استيراد السيارات والمجوهرات، كما يمتلك العديد من المنازل حول العالم، وهو أحد أبناء الراحل صالح المانع والذي تمتلك مجموعته القطرية وكالات نيسان ورينو وماكدونالدز وهاجنداز وزارا وغيرها. أما جانيت جاكسون التي كانت على علاقة بالمنتج الموسيقي جيرمان دوبري لمدة 7 سنوات، فهي أمريكية من أصول أفريقية، تعتبر من أهم وأشهر مطربي البوب والأرنبي في العالم، وهي الأخت الصغرى للأسطورة الراحل مايكل جاكسون. انطلاقتها الفنية كانت بداية الثمانينيات، أما رحلتها نحو الثراء الفاحش فقد بدأت الآن. مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية تدشن قسم الروضات في مركز الأبرار التربوي في جبجنين البقاع الغربي. دشنت الوزيرة ليلى الصلح حمادي قسم الروضات في مركز الأبرار التربوي في جبجنين بعدما قامت مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية بتأهيله وتجهيزه كاملا بحضور رئيس جمعية الأبرار الخيرية الإسلامية الحاج عبد الحكيم مؤكد والشيخ عصام جراح والمسؤول السياسي لجماعة الإسلامية في البقاع علي أبو ياسين والمسؤول التنظيمي لجماعة الإسلامية في البقاع الشيخ عمر حيمور والحاج عصام برغوت. أهلي في البقاع، شبعنا أرقاما وسئمنا أسماء وبدأنا نثور، فالانتخابات اقتربت والمهزلة طالت وعرض عضلات المتهافتين على الحكم بدأ يكسر عضل الحكم وهيبته، نهم من فوق ونهب من تحت، يتذكرون حشيشة الفقراء في البقاع وينسون تهريب الأغنياء عبر المطار، مستشفيات حكومية لا تعمل وخاصة لا ترحم، نقص في المدارس العامة لرخص الأقساط وفيض من المدارس الخاصة وغلاء الأقساط، شح في المياه ونبع العاصي ملكنا سائر فيها، وتقنين في الكهرباء وسده حقنا ضائع فيها. وبعد هذا نلام على مسلكنا، أيها الحضور الكريم، يجب أن يوحدنا العوز طوائفاً ومذاهباً لنطالب بحقوقنا، لا أن تفرقنا السياسة لنقاتل إخواننا من أجل الغرباء ونستجير بالخارج على الداخل. في ختام هذه الكلمة أقول إن الله مع الجماعة، فهل يغتنموا الفرصة ليثبتوا أنهم بالعدل سوف يحكمون وبنصرة إخوانهم بالوطن سوف يسيرون. أعز الله الإسلام وأعز الله لبنان، لبنان الذي أراده رياض الصلح سيداً عزيزاً مستقلاً. وبعد ذلك تسلمت الوزيرة الصلح درعا تقديرية. أهلا بكم من جديد. في البحرين خرج مئات البحرينيين إلى دوار اللؤلؤة لتشييع المواطن محمد مشيمع الذي قضى في السجن في تظاهرات سلمية تطالب بالديمقراطية، وردد المشيعون شعارات غاضبة تطالب بإسقاط النظام ومحاكمة الملك لقتل المواطنين المتظاهرين. وردت قوات الشرطة على المشيعين الغاضبين باستعمال خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع. وقال شهود لوكالة رويترز أن المحتجين من جانبهم ردوا على شرطة مكافحة الشغب بإلقاء قنابل حارقة وحجارة. وذكر شهود أن الاشتباكات وقعت بعد ذلك عندما أوقفت الشرطة المئات الذين يحاولون تنظيم تظاهرة إلى دوار اللؤلؤة مركز الانتفاضة في العام الماضي. وقالت هيئة شؤون الإعلام في البحرين أن مشيمع دخل المستشفى منذ آب وتوفي إثر مضاعفات، لكن المعارضة وفي طليعتها جمعية الوفاق الوطني اتهمت السلطات بالتسبب بوفاة مشيمع البالغ من العمر 22 عاما بحرمانه العلاج الملائم. وحكم على مشيمع بالسجن 7 أعوام في آذار عام 2011 لارتكاب أعمال الشغب والتخريب والاعتداء على ضابط شرطة ومقاومة السلطات، وهو من بين مئات الأشخاص الذين اعتقلوا في الاحتجاجات الحاشدة.
وجه المعارض الأردني البارز ليث شبيلات رسالة إلى مدير الأمن العام يطالبه فيها بالقيام بمسؤولياته وواجباته بعد معلومات متداولة عن أن الأمن سيتنحى جانبا ولن يقوم بالفصل بين تجمعين كبيرين من المتظاهرين المختلفين يوم الجمعة المقبل. وإذ لفت شبيلات في رسالته إلى أنه لا يشارك في فعاليات هذا اليوم لعدم ثقته بالإخوان المسلمين الذين يحشدون لجنازة حامية بحسب قوله، أضاف لكنهم يمارسون حقهم كمواطنين ومن حق الأمن عليهم أن يضمن أمنهم. وختام النشرة مع لقطة اليوم. لا تعال هلا لبرا هذا. ظهر الدبور لبرا. افتح لي. ركي وشوف شوف الهواء. تعود يا خلوها تطلع ابدا حسب ما بكره تقولوا انه تعملوها بلقطه اليوم هاي انه كان في النشره حزب الله يؤكد وقوع انفجار في النبيشيت وسقوط قتلى وجرحى. جهنم في عكار تاتي على غاباتها بفعل فاعل. أنا بقول مفتعلة، وحتى يعني افتعال الحريق له أسباب. ثلاثة تفجيرات انتحارية في حلب تستهدف الجيش. يا شباب هدول إرهابيين، وهذا بإيد الصاعق هذا الإرهابي. في الخاص مشروع اللقاء الأرثوذكسي ليت الشباب يعود. تابعتم في هذه النشرة آل جاكسون يصاهرون قطر. كان هذا كل شيء حتى الساعة. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.